خير ومطايا وقسم التحديد وحدود في عهد حماية الحماية على بها ابو خالد صعود عرس بها على السمايا وسف على المريخ بجهود واخوانها اللي بهم كفاية اسندنا وعضوده عضود حمد المحمود السجايا ماخذ مزايا الرئيس العود يمد بكفوف صخايا يفرح بشافه كل ما ضهود تبصر به عيون العمايا ويشفى بها المتلف الميهود عساهم بخير وهنايا يحفظهم الخالق المعبود عساهم بخير وهنايا يحفظهم الخالق المعبود بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء لازلنا نجدد الترحيب واللقاء من أرضية هذا الميدان ضمن مهرجان الظفرة والتحديات والإثارة في صباح هذا اليوم من مسافة 5 كيلومترات والتحديات والإثارة دائما حاضرة مع سن الإبداع سن الإذاع. نسأل الله دائما السداد والتوفيق والنجاح لكل المشاركين. نتابع ما الذي يدور من أحداث في هذا الشوط تقريبا 26 اسما منطلقا في هذا التحدي باحثين عن الناموس الغالي. نتابع بداية بالمركز الأول من احتلت الصدارة هذه ثمينة تتقدم الآن وتعود ملكية ثمينة لضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يسيطر على مجريات هذا الشوط يتقدم بثمينة تليها في المركز الثاني. هذه أجواء 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 على أجواء ميدان الظفرة محمد بن عتيق المقعود الفلاسي يتابع لنا أجواء بينما الدخول على ثالث المراكز وصلت مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري وراقب وتابع الدخول على رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات تنبيه وانطلقت بشعار بن زيتون المهيري حمد بن عوض بن زيتون المهيري بينما وصلت الأسماء والشعارات الأخرى من الجانب الآخر دخول ممتاز وجميل في هذه اللحظات. هذه ضوء محمد بن مبارك بو خميس الشامسي يتابع لنا ضوء وتحدياتها في هذا الشوط بينما من حاف كردوس بن عبد الله بن محمد العامري تدخلت بسادس المراكز. انتقل الى المركز السابع واجد اشعار سعيد بن محمد برصاص المنصوري يتابع لنا الظفرة على ارضية ميدان الظفرة بينما تدخلت الهيميون وانطلقت بدورها بشعار عبد الله بن علي بن محمد لو هيبي تتواجد وتنطلق نحو المركز التاسع. أما المركز العاشر أو هنا الدخول على تاسع المراكز من شوق إشعار سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي يتدخل والمركز العاشر وصلت ظن بشعار محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتمي يتابع لنا ظن ودخول وتغيير على المركز العاشر من قبل عزايم لشعار علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. هكذا هي النتيجة للمراكز الأولى المراكز العشرة الأوائل التي صرح لها بالنداء. شوط يحمل الإثارة شوط فيه التحدي شوط لا يقل أهمية عن أشواطنا الماضية بل تحضر الشعارات والأسماء والأعداد مع سن الإبداع. اليوم يوم التحدي مع هذا التميز انه امتاع وابداع مع سن الاذاعه. اعود الى مقدمه الشوط اعود الى المركز الاول اتابع ثمينه لا زالت في المكان المرموق لا زالت تتصنف ثمينه بالمركز الاول وتعود الملكيه لاشعار ضاحي بن جمعه بن سعيد العميمي لا زالت تتمسك بزمام الامور على المركز
الفوز الأول. الله يا أبو جمعة يحافظ على هذا الأداء، يقود لنا هذا الشوط، شوط المحليات الأصايل. وتابع المركز الثاني، وصلت مشكورة، إشعار بن حوفان يتواجد مع مشكورة، راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري. وصلت الآن أجواء القادمة في المركز الثالث، يتقدم معها محمد بن عتيق المقعود الفلاسي. انتقل إلى المركز الرابع وأجد ميول قادمة بشعار عبد الله بن علي بن محمد الوهيبي، يقدم ميول. مشاهدين الأعزاء، وصل التنبيه، قادمة بشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري، تدخلت في خامس المراكز. والمركز السادس من الجانب الآخر ضو محمد بن مبارك أبو خميس الشامسي، يتابع لنا ضو وتحدياتها في هذا الشوط. نقلة جميلة إلى منحاف، الله 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 الله، الدخول الممتاز، الدخول الذي يأتي بالقوة، الدخول الذي يأتي بالعزيمة من ظن. تدخلت الآن مشعار بن ثعلوب محمد بن سالم بن ثعلوب لكتبي، يتابع انطلاقة ظن وتحدياتها. الآن انتقلت بدورها إلى المركز السابع. أما المركز الثامن فاحضرت في هذه اللحظات منحاف تردوس بن عبد الله بن محمد العامري، وتاسعا وصلت زعفرانة علي بن سلطان بن هاشل لكتبي، بينما هنا وصلت في المركز العاشر وتجولت لهبيبة، أول إذاعة لهبيبة أيضا وصلت وأعلنت حضورها نحو العشر المراكز الأوائل. منصور بن سالم بن زعتر العامري، الله على هذه الأسماء، هذا هو النجا الثاني على التوالي لهذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. أعود إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. العميمي لا زال في الصدر، الكيلو المتر الأخير، نفتتح أبواب يا العميمي، ما بقى غير هذا الكيلو، ومن بعد هذا الكيلو هنالك السلام والانتصار والفوز الغالي. الله يا ثمينة، الله على ثمينة الصامدة على مقدمة هذا الشوط، تقدم المستوى الكبير، تقدم العطاء الراقي. الله على ثمينة، تنطلق بشعار ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، ينطلق بناموس هذا الشوط متمكنا بهذا الأداء. وثمينة لا زالت تخطف أنظار الجميع على مقدمة الشوط. ظن في المركز الثاني، محمد بن سالم بن ثعلوب الكتبي يتابع لنا ظن، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الله على ضوء محمد بن مبارك الشامسي، يتدخل على المركز الثالث. المركز الرابع تنبيه حمد بن عوض بن زيتون المهيري، خلاص روح العميمي بناموس هذا الشوط. ومع ثمينة، مع ثمينة اللي قامت راس لتنهي الشوط راس، هذا هو ضاحي، هذا هو ابو جمعة، ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، يأتي على صدارة الشوط على المركز الأول مع شعار العميمي، ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي. والسلام إلى مدينة العين، إلى المدينة، بالفعل سلام، سلام يا أهل الحير، يا سلام لكم يا أهل اليحر، سلام على هذا الفوز. إلى سويحان السلام فعلا من خلال هذا الفوز والانتصار الممتاز، سلام يا العميمي سلام. المركز الثاني، المركز الثاني ظن ما قصرت إشعار محمد بن سالم الذعلوب الكتبي. المركز الثالث هنالك تدخلت أيضا فيه ضوء إشعار محمد بن مبارك وقميص الشامسي. أما المركز الرابع فشاهدنا أيضا تنبيه حمد بن عوض بن زيتون المهيري، والخامسة أيضا جاءت فيه أجواء محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي بن عود. مشاهدين الأعزاء، من خلال تألق إشعار العميمي ذهب بالسلامات إلى أيضا السويحان الجميلة، بالفعل من خلال هذا التحدي إلى ميدان التراث، بالفعل من خلال انتزاع أيضا ثمينة هذا الشوط. قامت راسي تنهي الشوط راس بتوقيت زمني 7:47، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار، ضاحي بن جمعة العميمي مع
مشكور يا ابو جمعه. المركز الثاني ايضا ضن جاءت ولا قصرت حظت على المركز الثاني لشعار محمد بن سالم من ثعلوب الكتبي وتوقيت الزمن 7:48 اجزاء من الثانيه. اما المركز الثالث فشاهدنا مشاهدينا الاعزاء ايضا هنالك الدخول من ضوء محمد بن مبارك الشامسي بتوقيت زمن 7:51 اجزاء من الثانيه. وشاهدنا المركز الرابع ايضا قدم التنبيه هذا العرض والمستوى الجميل في رابع المراكز بشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري وتوقيت الزمن 7:51 اجزاء من الثانيه. اما المركز الخامس هنالك شاهدنا اجواء ولا قصرت محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي وتوقيت الزمن 7:53 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس جميع الفائزين. صربه عيون العمايا ويش